أثبت علمياً أن الخضار بعد قطفها وتعرضها للضوء والهواء تفقد معظم فيتاميناتها في وقت قصير. لذا في الوادي الأخضر نحرص دائماً على اختيار أفضل أنواع الخضار، ونقوم بتعليبها بعناية خلال ساعات قليلة من قطفها لتحافظ بشكل أفضل على جودتها وفيتاميناتها. الوادي الأخضر، كل الخضار، كل الفيتامينات، كل السنة. الوادي الأخضر، كرم الطبيعة في كل بيت.